أكد رئيس مجلس إدارة شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرية باعتباره من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة التجارة والصناعة أحمد سمير، حيث أكد سمير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات التركية للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا إلى إمكانية تعاون مركز تحديث الصناعة مع الشركة في مجال الألواح الشمسية، والتي تأتي ضمن 152 فرصة استثمارية التي تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مؤشر أجالتي للوجستيات الأسواق الناشئة، والذي أشار إلى تقدم مصر 3 مراكز لتأتي في المركز 18 من بين 50 دولة في عام 2024. يهدف المؤشر إلى تقييم 50 سوقا من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم من خلال مجموعة فريدة من المتغيرات التي تقيم الأداء الحالي والقصير والمتوسط عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق الخدمات اللوجستية في كل دولة والقطاعات الرأسية الرئيسة. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة تقدر ب 1.5% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 0.8% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة. شهدت محافظة بني سويف افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية. يأتي المعرض استعدادا لاستقبال شهر رمضان، حيث يقدم السلع بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين. المعرض بيضم سلع الأساسية اللي بتهم المواطن داخل محافظة بني سويف وبيحتاجها دائما في شهر رمضان مبارك إن شاء الله. عندنا موجود السكر بسعر 27 جنيه موجود داخل المعرض، وفي زيت وفي الأرز وفي المكرونة، جميع السلع متوفرة داخل المعرض، وإن شاء الله المعرض ممتد معانا طوال شهر رمضان المبارك، وهيكون فيه سلسلة من المعارض داخل المراكز وبنادر السبعة. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك فيما يتعلق بالإنتاج، وملتزم أيضا بعد إعلان خفضه الطوعية الثاني في ديسمبر بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا. وذكر الوزير أن صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يومياً.